السلام عليكم. هاي everybody, peace be upon you. راني هنا في جامعة ووريك في الناحية اللي فيها في التخصصين Medical School and School of Life Science, تابع لجامعة ووريك طبعا. بالمناسبة هذه البناية أنا جيت هنا في 2000 ما كانتش موجودة, واليوم راهي موجودة كاملة, والجزء من الناحية الثانية أضخم بكثير. هذه بنوها الميديكال ساينس. لكن الذي أعجبني باش ندير هذا الفيديو هو هذه اللافتة, الكلمات اللي قالتهم هذه الأستاذة. الأستاذة هذه شو قالت؟ قالت Our students feel supported, respected and valued. يعني الطلبة تاعنا يحسوا باللي راهم مدعومين محترمين ومقيمين. الدكتورة هذه, هاي لك اسمها دكتور ليدا ميرباحي, في الأسفل ووريك اكسلنس توجيذر. في الناحية الثانية شوف مش مكتوب, مكتوب هنا كذلك شيء جميل للطلبة. Listen to the big question, answer between lines. يعني اسمع للأسئلة الكبيرة وجاوب بين السطور. وهنا مكتوب كذلك في الناحية هذه مكتوب شيء جميل جدا جدا جدا, Our people are our education. طب انت الطلبة لما تحسسهم باللي راهم الكلمة الأولى, باللي راهم مدعومين ومحترمين ومقيمين, أكيد سيبدعون, سيدرسون, سيصبحون علماء. لكن إذا كانوا مهمشين لا تنتظر منهم, تنتظر منهم يعني أشياء غريبة جدا. المهم أتمنى التوفيق للكل.